السلام عليكم ورحمة الله، متى الأحوال؟ واش راكم حبابنا؟ الفيديو هذه نديروها صغيرة، مي مهمة مليحة، ورانا فرحانين، الحمد لله. الشيء اللي كنت نتكلم فيه في وقت لقيت صالح في الفيديوهات الأولى نوكل تاوعي، كنت نحكي على الارمي، حنا لازمنا لا ديسبلين، الشعب تاع الجزائري لازم له لا ديسبلين، لازم الشعب الجزائري كاع يدخل الارمي. باش الدولة تاعنا تسقم لازم له لا ديسبلين الشعب تاعنا، من بعد هذا نهضروا عليها. المهم الخبر المفرح، الحفيدة نتاع الاسام رجعت، هي لا ديريكسيون سنترال دو سيكوريتي دو لارمي دي سياسة، هاي جات الحمد لله. هذه كيما الاسام تاع بكري تاع واقد ابو مدين الله يرحمه اللي كان يديريجي فيها قاسم مرباح. الار دي سياسة هذه حفيدة الاسام، واش معناتها دي سياسة؟ هذه معناتها مش كيما الدياراس وبكري، هذه تكون بارتو 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 بارتو، في مدرسة ابتدائية تلقاوها، تلقى واحد منها ولا زوج قاعدين في مدرسة ابتدائية يخدموا وراهم يتبعوا من المدرسة الابتدائية حتى اقوى مؤسسة في الدولة، من سوناطراك من المدرسة الابتدائية. ما كاينش اللعب، ما كاينش الرشوة، ما كاينش الخداع، اللي يرشي راح فيها، اللي يسرق راح فيها، بن الزوالي يخدم ان شاء الله. ما كاينش هذه الرشوه والمعرفه وهذه، ودخل هذا بالمعرفه والديريكتور يدير بحكامه، يحكم اي ديريكتور تاع مؤسسه يدير رايو كما بكري العساس تاع مؤسسه يدير رايو، هذه كاع الحكايه تروح، هذه كاع تتنظف بربي ان شاء الله، وزيد دراهم المسروقه هذيك ترجع. أنا نتمنى من جماعة دي سياسة هذو نتاوعنا يتبعوا جماعة اللي راهو داروا حجة ولا جوج حجات، اللي حجوا بزاف، من أين لك هذا؟ على حجيت؟ منين جاوك دراهم؟ باسكو كاين بزاف اللي سرقوا راهو يحجوا، ولا اللي بناو جوامع بزاف، هذو كاع يحاسبوهم أرواح أرواح، يجبدوه ويجبدو كاع، ما لازم يسكروش الدوسيات. لازم كاع الدراهم اللي سرقت في الجزائر والمعرفة والرشوة كاع يجبدوهم. دي سياسة هذي تلقاها في لادوان، تلقاها هذاك بارتو في الجندارم في لابوليس، كلش 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 بين فلترين، تلقاهم بارتو بارتو بارتو، من في الارمي من في الشعب في السيفيل بارتو. هكذا الجزائر تسقم، تكون منضبطة. إذا لاحظتوا انتوما دايرين مو وين يكون احتفال ولا يديروا بار اكزومبل تشييد حاجه جديده، يلقاو لارمي فيها. هذا باش يبين الشعب الجزائري احنا لازمنا لارمي باش نديروا الانضباط، لازمنا العسكر. كنت تشوفوا دانيال مو في الاكسجين برك، الناس تموت، ناس ميته، ناس تموت، والناس تاجر في الاكسجين، الناس غير سمعوا بالاكسجين راحوا سرقوا القرع، المدراء تاع البلايص اكسيتيرا اللي عندهم يقدروا يتحصلوا على القرع هذو، راحوا سرقوا قرع، سرقوا أمور وراحوا يتجروا بها. قرع مع شحال تاع قداه راح يبيعها ب 10 ملايين، 20 مليون. إيه محمد، الشعب تاعنا صعيب، الشعب تاعنا صعيب، يلقى برك هفوة يدير حاله. إذن حنا لازمنا لا ديسبلين كيما لي جوبن كيما الشناوة، وهذه الديسبلين باش تحقق عن طريق الميليتار، لازم العسكر، حكم عسكري، وانا مع الحكم العسكري. شمن مدني ربي عايشك المدني، راكم شايفين الناس عاشوا خبره تاع حيرها وخرجوا اكسيتيرا، جا الاكسجين كاع ولاو يسرقوا، معظمهم ماشي الكل، معظمهم يسرقوا، معظمهم يديروا في فكرات كيف يلعبوا على يستغلوا الفرصه هذه تاع الشعب مسكين غايبت له. ايه فوقوا رواحكم مليحه، وهذه بون نوفيل بربي ان شاء الله، حفيظه الاسام جات، وهذه بربي تخدم الجزائر، تخدم الجزائر بربي ان شاء الله، وتستوبي هذو الخباثه هذونا وليدات فرنسا والكلاب هذو، بربي ان شاء الله تستوبيهم، هذو اللي داروا دراهم وسرقوا دراهم وهربوا لفرنسا والعملاء والخباثه هذه كل دي السياسه هذه، بربي ان شاء الله حفيظه الاسام تخدم الجزائر، والرولاف ديريكتومون ليطا ماجور. كاش اللعب جنرالي غلط ارواح، الاخر سما ربي
جوج يغلط ارواح يجبدوه كلش بالحساب كلش. هذه هي، والسلام عليكم ورحمه الله، وتحيه الجيش وتحيه الشعب الجزائري وتحيه الجيش. لازمنا لا ديسبلين الشعب الجزائري. السلام عليكم.